استمتع وبادر كي تلقى السعادة. فالنجاح رحلة، النجاح رحلة، فالنجاح رحلة، النجاح رحلة. احتفل فكل إنجاز. مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في النجاح رحلة، وأرحب أيضا بزملائي وأصدقائي في الاستوديو الذين يشاركوني أيضا هذا النجاح وهذه المتعة. طبعا حديثنا عن اكتساب المهارة وعن كيف نكتسبها وما هي الآلية التي نستطيع أن نصل إليها من خلال هذه المهارة. تسمعون طبعا يا شباب عن ما يسمى بالعقل الواعي والعقل الباطن. أحد منكم مرت عليه معلومة حول هذا المبدأ أو على هذا الأمر؟ تفضل محمد بالمايك. العقل الواعي يعني الشيء الظاهر، يعني الشيء الظاهر أمام الناس. جميل. العقل الباطن شيء أعماق النفس، يعني داخل. جميل. أعماق النفس تعتبر يعتبر شيء من العقل اللاواعي أو العقل الباطن. وماذا بعد؟ في أحد عنده مشاركة؟ تفضل صالح. هو يمكن من الإحساس المبرمج من تكرار الشيء أو من العادات في الإنسان. جميل. العادات عند الإنسان. طبعا كل ما ذكرتموه يعتبر صحيح، لكن يعني أصيغ صياغة علمية. أنا الآن أتعامل معكم بعقلي الواعي، وأنتم تستقبلون المعلومات أيضا بعقولكم الواعية. تمام. الخزينة المعلوماتية التي عندي وعندكم من خلال هذه الكلمات، يعني كلمة الخزينة، كلمة المعلومات، إلى كل هذه تعتبر خزائن في الذاكرة. لما أقول لكم مثلا فرضا لو جيت ذاك اليوم وجدت هذا الجهاز هذا ملقى على الأرض، أنت ما تعرف أنه ريموت مثلا، ممكن تقول إيش هذا؟ ممكن إيش تتوقع مثلا أول مرة تشوف الجهاز هذا؟ ممكن إيش سيارة. مفتاح سيارة مثلا، تتوقع أنه مفتاح سيارة. هذا يدل على أنه لا يوجد عندك في العقل الباطن، لم يتخزن. تمام. أنت لما جيت وشفت هذا الكرسي عرفت أنه كرسي، لماذا؟ مع أنك أول مرة تدخل الاستوديو، لماذا عرفت أنه كرسي؟ لأن استخدمت شبيهة ككرسي، لأن عندك شيء شبيه في ذهنك يسمى كرسي في عقلك الباطن. إذن العقل الباطن مجموعة كبيرة من المعلومات الهائلة والعظيمة نستقبلها من أول ما نولد إلى أن نموت، ويعتبر عبارة عن مخزن كبير جدا جدا من المعلومات. بينما من يتحكم فيه هو العقل الواعي، العقل الواعي، بمعنى أنه حينما أختار كلمة معينة أو أختار لفظة معينة، هذا هو اختيار العقل الواعي. العقل الواعي هو حارس، مثل ما يسمون حارس للبستان، والبستان كله يسمى العقل الباطن. العقل الباطن يعني مخزن كبير جدا يقدم لك ما تريد من خبرات وتجارب. وتخيلوا معي أن الجزء الأحمر هو العقل الواعي والجزء الأزرق هو العقل الباطن. تمام. ركزوا لي في هذه الشاشة. لو قلنا أن وسيلة الاتصال بالآخرين هذا هو العقل الواعي، العقل الواعي، إذن وسيلة الاتصال بيني وبينكم الآن هو الفلتر حقه هو العقل الواعي. أيضا العقل الواعي يعتبر لإجراء تجارب ونقل الخبرات والتمييز بين المناسب وغيره. لما ترد عندي في ذهني كلمات كثيرة وأنتقي منها كلمة، معنى ذلك من الذي قرب لك الكلمات؟ من هو؟ العقل الواعي، العقل الباطن، العقل الباطن. بينما الذي انتقى الكلمات من هو؟ العقل الواعي. تمام. لما يأتيني مثلا يعني جت عبارات كثيرة في ذهني ثم انتقيت منها عبارة، معنى ذلك أن العقل الباطن قدم لي مجموعة من الكلمات، والواعي الذي يخاطب الناس الظاهر مثل ما يقولون يختار الكلمة المناسبة لأن يلقيها. أيضا العقل الواعي نقل معلومات ويعتبر مدير على العقل الباطن. العقل الواعي لا يشكل 1% مقارنة ب 99% من العقل الباطن. يعني العقل الباطن مجموعة كبيرة جدا. طبعا هو حتى تكونوا في الصورة وحتى لا يعني ينتبهون المشاهدين أن العقل الواعي والباطن هو عقل واحد، هو دماغ واحد. تمام. كل إنسان لديه دماغ واحد، لكن يعمل على مستويين من الأداء، أداء واعي وأداء باطن، هذا القصد. القسم الباطن اللي هو العقل الباطن هو مجموعة هائلة من الخبرات والمعلومات المخزنة في الذاكرة. أيضا يأخذ كل ما يأتيه بالتسليم، يظهر اهتماماتك وثقافاتك من خلال كلماتك المحبوبة واللازمة اللفظية. سمعتوا عن ما يسمى باللازمة اللفظية؟ أحد مرت عليكم معلومة اسمها اللازمة اللفظية؟ بعض الناس عنده لازمة يرددها يكررها. يمكن أنتم كطلاب مثلا مر عليكم بعض الأساتذة
يكرر كلمة، تذكرون كلمات منتشرة عند بعض الأساتذة؟ موجودة في المسلسلات مثلا، في المسلسلات المسرحيات. أيوة تذكرون كلمات كشواهد؟ هاي محمد ولا الشباب تذكرون كلمات كشاهد؟ بعض الناس عنده وش اسمه، تعرفون وش اسمه؟ شو اسمه تلقاه يردد كلمة. هذا هو العقل الباطن قاعد يقرب له الكلمة لأنه صارت محبوبة عنده. وبعض الناس يقول يا أخي يا أخي يا أخي مثلا، أو عنده كلمات يرددها دائما تكون عنده. كل إنسان أو في معظم الناس عنده لازمة، كل ما انتبه لللازمة اللفظية يحاول يبتعد عنها. أيضا ما يسمى ببعض العادات ارتباط حركات لا واعية، أحيانا بعض العادات ترتبط بحركات لا واعية. مثلا إحنا إيش؟ ردة الفعل مثلا أحيانا، وأحيانا تكون مثلا بعض العادات اللي نمارسها في حياتنا. أنتوا شفتوا بعض الناس بعد الصلاة لما يصلي يمسح ويدعي. ليش يمسح ويدعي؟ شفتوا لاحظتوا؟ هذه عادات، صارت عادة. هذه ما لها علاقة بعبادة ولا دين ولا شيء. يعني لما الإنسان يرفع يديه للدعوة ليس بالضرورة أن يمسح يديه. إيش أصل المسح هذه؟ عادة عنده، لأن كانوا في السابق لما يصلون كانوا بعد الصلاة يبقى جزء من التراب في يده عالق فيمسح التراب ويدعو. الآن احنا نصلي على مكيف فاخر نظيف ومع ذلك نمسح، ما له أي تفسير، وهي تعتبر عادة. هناك ما يسمى بمراحل تعلم المهارة. المهارة تبدأ بالعقل الباطن ثم تنتقل إلى العقل الواعي ثم ترجع إلى العقل الباطن، بحيث أن تخزن تصبح عادة وسجية. أول واحد تذكرون أول ما سقنا السيارة كيف كان وضعك؟ أول حدثون عن مشاعرك لما سقت السيارة. مرتبك وفرحان. كنت متوتر نوعا ما، تمام؟ فهذا هو يعتبر شيء خايف، هذا في مرحلة الوعي بأن عندك قدرة وعندك مهارة. طلبنا من الشباب الموجودين هنا أن يصوروا أنفسهم بمهارات متنوعة ومتميزة حقيقة، يمارسوا مهارات متنوعة سواء مثلا في مجال الطبخ أو في مجال الكوي أو غير ذلك من المهارات الجميلة، ويكتشفوا قدراتهم. الآن سنخرج مع الإخوة في فاصل قصير نشاهد هذه المهارات المتميزة والرائعة ونعود إليكم، فكونوا معنا. فالنجاح رحلة، النجاح رحلة، فالنجاح رحلة، النجاح رحلة. احتفل فكل إنجاز يحيل اليوم عيدا، وتعلم كل يوم واستفيد شيئا جديدا. لا تستمع للحاسدين أو تنخدع بالحاقدين، لا تستمع للحاسدين أو تنخدع بالحاقدين. ليس يوما في حياتك إن مضى لم تكتسبه، أو تحقق أمنياتك أو ثوابا تحتسبه. فالآن اتخذ قرارك، الآن اقتحم أسوارك، فالآن اتخذ قرارك، الآن اقتحم أسوارك. اصنع أثر، كن كالمطر وكن مضيئا كالقمر، امنع ضرر وادفع خطر وسر كغيث انتشر. فالنجاح رحلة. مرحبا بكم من جديد بعد أن شاهدنا هذه المهارات الرائعة والمواهب التي اكتشفها الشباب في أنفسهم. أظن أنهم ربما يغيروا يعني أفكارهم عن الوظيفة في المستقبل، ربما يحولوا توجههم بعد ما شاركوا أو مارسوا هذه المهن الجميلة. أريد أن يتحدث البعض عن تجربته الجميلة والثرية. تفضل أخوي راشد. اكتشاف القدرات جميل. يستحيل أن نبدع مهارات من غير ممارستها. جميل، يستحيل أن أبدع في مهارة من غير أن نمارسها. رائع جدا. التكرار يساعد على الإبداع ويساعد على اسمه إتقان الشيء. جميل. يعني أنت أول ما مارست الموهبة هذه ما كنت أعرف عنها شيء، لذلك اكتشفت ثقافة جديدة وموهبة جديدة، وربما تجد نفسك في هذا المجال. حلو، يمكن مع الاستمرار طبعا. جميل. حاليا في احد عنده اضافه ولا نروح؟ طيب تفضل يا محمد الجهه الثانيه. والله اول شيء انا رحت اشتغلت بمطعم. أيوة. سويت فطاير. حلو. اول شيء كنت احس ان هالشيء صعب وانه مستحيل مثلا ان انا انجح في هالشغل، لان انا اول مره اشتغل هالشغله. حلو. ف
ان يم انت تسوي المهاره اهم شيء ان اول شيء يكون عندك الاصرار والعزيمه وعدم التشتت بين المهارات الثانيه. فيوم سويت هالشيء باصرار وعزيمه طلع ان هالشيء وايد سهل وحبيت الشغله صراحة. حبيت الشغله. ممكن بعدين نذوق طبخه من طبخاتك ولا حاجة طيب. جميله. طيب في احد من الشباب ايضا ممكن يقدم لنا مساهمه او فائده من ما استفاده؟ والله صرت دوب يعني الكواي. ايوه قمت كويت وياهم وساعدتهم. وش العقبات واجهت مشكله في اثناء الكوي مثلا؟ كنت انا يعني كنت افكر انها صعبه صعبه. أيوة. الكواي وكنت بس اني يعني صرت لكن ليست سهله يعني ليست سهله على الاطلاق. يعني كل واحد صاحب مهاره تلاقيه مبدع فيه ويمارسها بشكل تلقائي وسريع. نعم تمام. طبعا هذه بعض الفوائد التي استفدناها وطبعا فوائد اتوقع كثيره. طبعا مثل ما ذكرنا ان العقل الباطن يعني يقرب لك كل ما تحتاجه حتى لو لم تحتاجه. يعني احيانا يقرب لك صوره في الذهن حتى انت لا تريدها ومع ذلك يقربها لك. انا ساتحداكم تحدي واريدكم ان تخبروني ماذا حصل في اذهانكم. تمام. ساطلب منكم ان لا تفكروا في شيء. انا بطلب منكم شيء لا تفكروا فيه. تمام. لا تفكر في خيل او حصان اسود. حصان اسود كذا يجري بشكل جميل جدا ومكان رائع وشلال بجواره شلال جميل ينصب عليكم على هذا الخيل وحوله طيور جميلة وعصافير وأشجار جميلة جدا وفي أجواء رائعة. لا أحد يفكر في هالفكرة. لا أحد يأتي هذا الأمر في ذهنه. إيش رأيكم يا محمد؟ أحس يعني تخيل إنه منظر حلو يعني منظر جميل. يعني جاء في ذهنك بس التفكير يكون إجباري يعني غصبا عنك حتى لو أنت ما تبغى تفكر. أيوة. غصبا عنك هذا تفسيره إيش يا جماعة؟ إيش رأيكم؟ أول شيء أحد منكم ما فكر في الفكرة هذه؟ لا ما جت الصورة في ذهنه؟ فكرنا كلها لازم تجي. ليش؟ ايش صار بالضبط؟ لان ممكن السبع مرتبط بالعقل الواعي مثلا على. أيوة. طول انا اسمع فانا افكر. ممتاز. هذا تفسيره هو ان العقل الباطن قاعد يقرب لك الاشياء. يقول تفضل انت. أيوة. تقول انا ما اريدها ما مش يعني ما ابغاك تجيبها لي ومع ذلك هو يقرب لك لانه العقل الباطن لا يفهم لا يستوعب وإنما التمييز عن طريق العقل الواعي فقط. العقل الواعي هذا نربطه بالمهارات. كل إنسان يمارس مهارة ينبغي أن ترتبط في ذهنه دائما يشوفها يتابعها في التلفزيون يقرأ عنها ستجد الإنسان يحبها باستمرار ويتابعها بطريقة جميلة. بينما الشخص الذي لا يريد الشيء لا تنظر له ولا تبحث عنه. طيب يستحيل أن نبدع في مهارة بدون أن نمارسها. كلما ازداد التكرار زاد الرسوخ والاستقرار كل إلى غير ذلك من الفوائد. من خطوات إتقان المهارة حتى أتقن المهارة ونحن اليوم سنستضيف أحد المهارة في إحدى المهن الرائعة والجميلة والمفيدة في المجتمع. من خطوات إتقان المهارة لن تتقن مهنة ما لم تتعلم مبادئها وتتعرف على أبجدياتها. المعرفة يا شباب هي أساس إتقان المهارة. حتى أتقن المهارة لازم أتعلمها. التعلم من وين يأتي يا جماعة؟ من الأستاذ. هذا جانب. وماذا بعد؟ من القدوة ومن الكتب. القدوة الكتب. الكتب أيضا هذا أسلوب من أساليب التعليم. واحد يكون عنده خبرة في هذا الشيء اللي أنا بسويه. لا أنا أريد الخبرة هذه وين تجي وين تطلع منه من وين تجي تكتسبها. أنت ذكرت الأستاذ وش بعد؟ والكتاب. من الممارسة. ممارسة تحدث الممارسة. برامج ثقافية. برامج الثقافية التلفزيونية. الأسرة. الأسرة أيضا كل هذه تساعد. والأصدقاء أحيانا إذا كانوا مهتمين. أفرض أن صديقك مهتم. لا أنا أقول بعض الأصدقاء مثلا مبدع في الكمبيوتر. أنت تقول والله تعال يا أخوي يا صديقي فلان أنا أريدك أن تعلمني الكمبيوتر كيف أتعامل مع الكمبيوتر. فهذا أسلوب من أساليب التعليم. فإذا المعرفة هذه أساس إتقان المهارة. الأمر الثاني لن تتقن شيئا وأنت لا تحبه. وتخيل كيف سيكون وضعك إذا أتقنت المهارة. إذا التحفيز حفز نفسك اجعل لنفسك هدية. أحيانا بعض الناس يجعل لنفسه هدية يعني هو يهدي نفسه. كيف يهدي نفسه؟ بعض الناس يقول هذا مجنون يهدي نفسه. لا الهدية أحيانا لا تنتظرها من الآخرين. كافئ نفسك في قاعدة مهمة جدا هي مكافأة النفس. بمعنى يكون والله في خاطري أني أشتري جوال جديد لكني أعاهد نفسي أني لا أشتري هذا الجوال حتى أحصل على المهارة الفلانية حتى أقرأ كتاب. يعني حاول تربط
كل شيء جديد تشتريه، كل مثلا ذهاب إلى مثلا نزهة جديدة أو تذهب إلى مطعم أو غير ذلك، اربطه بإنجاز ولو كان يسيرا. تقول والله أنا أعاهد نفسي إني ما أشتري جوال جديد إلا بعد أن أقرأ هذا الكتاب. يكون عندك كتاب معين تحدده وتقرأه، تمام؟ هذا أسلوب من أساليب الإنجاز والإبداع. فبالتالي كل إنجاز تريد أن تمارسه حاول أن تربطه أو كل بإتقان أو بهدية تريد أن تصل إليها. أيضا الإتقان والإبداع ومن ثم التميز كله يحتاج لتركيز في التفاصيل. كل ما ركزت في التفاصيل كل ما أبدعت أكثر وأكثر. سنأخذ فاصل ثم نعود إلى الحديث حول ما يتعلق بالإدراك الحسي، فكونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. لا زال الحديث موصولا حول مهارات أو جوانب إتقان المهارة، كيف أتقن المهارة. من الأمور المهمة الإدراك الحسي. إيش معنى الإدراك الحسي؟ أنني أحاول أن أركز في التفاصيل الدقيقة في المهارة، بمعنى أنه لما تلاحظ الفنان الرسام الفرق ما بيني أنا مثلا كواحد من جنبها مثل ما يقولوا ما يفهم في الرسم شيء، وما بين الفنان والرسام إيش الفرق؟ انه ايش هو عنده يعني غير الخبرة، يطلع الاحساس، يعني هو يشوف من هو داخل ينظر الى ايش، الى احساسه، يحب اللي ممتاز الاحساس. وماذا بعد؟ يحب اللي يمارسه، يحب لا غير المحبه. كيف وصل الى هذا الوصول الى هذه المرحله؟ كيف يدقق في التفاصيل. احسنت، الدخول في التفاصيل. كل ما ركز في التفاصيل، بعض الناس تقول يا اخي رسمته جميله. ليش؟ لانه لما تلاحظ مثلا الظل كيف جايبها مثلا من طريقه معينه، الحواجب جايبه. احنا نرسم دائره عين، الناس ما تدري دائره ما تضبط، يعني ما خبرنا انسان يعني عينه بالضبط دائره يعني كامله، وانما لها اسلوب معين. نحن هذا الفرق ما بين المبدع وغير المبدع الذي يركز في التفاصيل. لاحظوا مثلا هذه الرسمه، ايش تتوقعون هذه؟ هل هذه حقيقيه ام رسمه؟ واين تكون هذه الرسمه؟ هذه رسمه مو بحقيقه، هذه رسمه. طيب واين هي موجوده؟ لا اقصد على الارض، مرسومه على الارض، تمام. لاحظوا ان الرسمه كانت على الارض، ومع ذلك استطاع ان يدرك يفهم تفاصيل. لاحظ الظل ايش موجود، وين مكان وجوده. ايضا انظروا الى هذه الرسمتين الاخريين، الرجلين اللي على اليمين واليسار، هؤلاء حقيقيين، ما عدا ذلك فهي رسمه اللي في الارض. فلاحظوا كيف ركزوا في التفاصيل، الظل، الابعاد، كيف جاي، كلها موجوده على الارض وليست حقيقيه، ونشاهدها وكانها حقيقيه. هنا الفرق ما بين من يركز في التفاصيل ومن لا يركز. ايضا من الاشياء التي تساعد على اتقان المهاره البحث المستمر، بمعنى اني لما ابحث كل ما بحثت كل ما زاد يعني قراءتي، اطلاعي، بحثي في الانترنت. انت لا تقف يعني او لا تقف عند معلومات معينه ومحدده، ممتاز، بس فتستمر في البحث لتستفيد الاكثر والافضل. جميل. انا احترم مثلا الطبيب الذي لا يكتفي بشهادته وانما ياخذ دورات اضافيه. تخيلوا ان في طبيب، انا ذكر لواحد من الشباب ان في طبيب راح لاحدى الدول يقول وجدت طبيب عنده خبره طويله 30 سنة وهو في مجال الطب يمارس طب الأسنان، لكنه لم يأخذ شهادة ولا دورة ولا معلومة بعد ما تخرج من الطب. يعني أول ما أخذ شهادة الطب علقها في عيادته وقال خلاص أنا طبيب، وأخذ يمارس الطب. طبعا يا جماعة لاحظتوا تقدم الطب، يعني في تسارع في التقدم، كل مرة نكتشف علاج جديد، كل مرة. لا زال هذا الطبيب الشايب اللي له أكثر من 30 سنة وهو يكتب ويصف أدوية قديمة جداً، وربما اكتشف ما هو أفضل منها وعلاجات وأساليب اختصرت كثير، يعني علاج بالليزر وعلاج يعني عن طريق يعني الأشعة وغير ذلك، كل هذه تطورت. فإذا من يتطور ويمارس مهنته ويتطور معها فإن ذلك هو الذي سيساعد على الإتقان ومزيد من الإتقان. لكي تستقر المعلومة في ذهنك فانقلها إلى غيرك. أنا من خلال تجربتي كل ما تعلمت معلومة، قرأت في كتاب معلومة أو درست معلومة جديدة أحاول أن أنقلها إلى غيري. ليش؟
لماذا؟ غير الاستفادة، أنا أستفيد أكثر، أنا أستفيد. طبعا هو بيستفيد، لأنه يمكن طبيعي عنده هالمعلومة وعنده فكرة أحسن. جميل، ممكن تنقلها بهذا الأسلوب. لكن أيضا يعني إضافة إلى ذلك، أنني أريد أن أرسخها في ذهني. لما أقول لك يا علي مثلا بعطيك الورقة هذه اقرأها لنفسك، أو أني أعطيك الورقة هذه واقرأها وعلمها غيرك، كيف بيكون يعني إدراكك وفهمك للمعلومة؟ إذا علمتها لغيرك بيكون أفضل. يعني بستفيد أنا وبخلي شخص آخر يستفيد من الفكرة. أيضا ممكن تتوقع أنه بيسأل أسئلة فبتركز لما تشوف والله المسألة أني بروح أشرحها، أفرض أني بروح أشرحها عن طلاب مثلا، عندي أنا مدرس بقرأ معلومة وأقرأ درس وأروح أشرحها عن طلاب، معنى ذلك إن في أحد بيسألني، في أحد بيناقشني، لازم أكون واعي ومركز في كل معلومة. أدقق في التفاصيل. أحسنت، نرجع لموضوع الدقة والتركيز في التفاصيل. فكل ما أردت أن تستقر المعلومة في ذهنك، فتوقع أنك ستشرحها للآخرين، هذا سيساعدك على الفهم أكثر. أكثر ما يثبت المهارة ويرسخها في عقلك هو تكرارها باستمرار. يعني لن تتقن المهارة ما لم تكررها أكثر من مرة، 5 أو 10 أو 20 مرة، تمام؟ أو ربما أكثر من ذلك. لو جينا مثلاً واحد يلعب بلياردو، بعض الناس فنان في لعب البلياردو، كيف نستطيع، هل تتوقع إذا كان أنه وصل إلى مستوى الفنيات العالية من خلال مباراة أو مبارتين أو ثلاث؟ لا، بالممارسة ولعب مع ناس يعني فنيين وأكثر ممارسة، يعني يتعلم منهم ونفس الوقت أنه يمارس اللعبة عدة مرات. ممتاز، فإذا هذا دليل على أن الممارسة والتكرار يصنع الفن. ولاحظوا هذا الشيخ الشايب الكبير في السن أبدع، لو أخذنا يعني لو جاء واحد مثلا منا وجرب أن يمارس هذه الممارسة لن يتقنها ولو بعد يعني أيام. اجعل هوايتك هي مهنتك. إيش تعليقكم على هذا الكلام؟ اجعل الهواية هي المهنة، مما يساهم في الإبداع في المهارة أن تعمل فيما تحب. إيش رأيكم يا جماعة؟ واحد يشرح لي هالنقطة هذه. أنا عندي صديق في اسمه طبق هذا المقولة. أيوة. هو مهندس وأخذ بعثة برا، يا بس كان متين، يوم رجع اشتغل الحين عنده مركز أخصائي اسمه تغذية رياضية. حلو. وفتح مركز وكمل. جميل. فإذا الهواية كل ما صارت مرتبطة بالمهنة، يعني تجمع ما بين أمرين. أحسنت، المهنة والهواية تجمعهم في مكان واحد في قالب واحد. أنا حطيت صورة واحد نايم، هل واحد ممكن يجد يعني هواية يحب النوم مثلا، هل ممكن يجد وظيفة نوم؟ أكيد لا. إيش رأيكم؟ تصدقون لو قلت لكم فعلا فيه ناس يتقاضون راتب عشان ينام؟ في جرب المخدة ولا أيوة، وسادة وهذا، في ناس بطانية. متخصص في تجربة السرر الجديدة، يعني لما يصنعون إحدى الشركات تصنع سرير جديد وتريد شخص يجرب النوم، في ناس متخصصين في النوم، يجي يقول والله أنا أخدمك إني أنام عليها، والله وبحقها طبعا بفلوس، يعني ما نخدم ببلاش، ما يخدم بخيل. فيجي ينام يعطونها 4-5 ساعات ينام فيها يستغرب، ثم يقوم كيف وضعك وانت نايم، ما حسيت بمنغصات، ما حسيت بأحلام مزعجة، كلها تقيم من خلال هذا السرير ويعطونا فلوس عليها. في ناس يأكل ويشبع ويكسب مال، وظيفته أنه يتذوق الطعام، يعني كل مثلا مطعم، طبعا في ناس عنده قدرات عجيبة. أنا قابلت فريق تقريبا 5 أشخاص متخصصين في ذوق الكافي، يعني يعرف يميز لك الكافي، وهذا لا هذا أضف له كذا، هذا أضف له كذا، وإلى غير ذلك من المهارات. يعني عنده قدرات عجيبة في ممارسة أو الاطلاع على هذا الأمر. فيمكن نقول والله هذا شيء عادي أو نستهين به، ومع ذلك استطاعوا أن يحققوا مكاسب من خلال مهاراتهم. هذه طبعا يعني هذا شخص من أغلى الناس راتب، من أغلى الناس راتب، فقط شغلته يتناول الكافي ويجربها ويفضل هذا عن هذا.
احنا عندنا تمرين سميناه الارقام المبعثره، نريدكم ان تتقدمون لي بشكل سريع بسرعه. طلعوا لي اللوحه في الوسط. والعمر استفاده فاستمتع وبادر. طيب تعالوا هنا واربطوا لي ما بين الارقام. والعمر استفاده فاستمتع وبادر. ابدا من رقم واحد ثم اذهب الى رقم حتى تصل الى 50. حاول ما تكون في هالمكان، حاول ما تكون في هالمكان، غير مكان. يلا 1 2. فكل انجاز يحيل اليوم عيدا وتعلم كل يوم. طبعا انا اتوقع من الان اتوقع ان الفريق هذا سيفوز. اتتحدون الفريق الثاني يفوز ولا لا؟ تستمع للحاسدين او تنخدع بالحاقدين. ليس يوما في حياتك ان مضى لم تكتسبه او تحقق امنياتك او ثوابا تحتسبه. فالان الان اتخذ قرارك. الان الان اقتحم اسوارك. فالان الان اتخذ قرارك. الان الان اقتحم اسوارك. ممتاز. وكن مضيئا كالقمر. امنع ضرر وادفع خطر وسر كغيث انتشر. فالنجاح رحلة. ممتاز حلو. النجاح رحلة. النجاح رحلة. ماشيين صح انتو؟ 24 وين 50؟ والعمر استفادة فاستمتع وبادر كي تلقى السعادة. الدنيا إرادة. والعمر استفادة فاستمتع وبادر كي تلقى السعادة. فالنجاح رحلة. النجاح رحلة. فالنجاح رحلة. النجاح رحلة. احتفل فكل إنجاز يحيل اليوم عيدا وتعلم كل يوم واستفيد شيئا جديدا. لا تستمع للحاسدين أو تنخدع بالحاقدين. لا تستمع للحاسدين أو تنخدع بالحاقدين. ليس يوما في حياتك إن مضى لم تكتسبه أو تحقق أمنياتك أو ثوابا تحتسبه. فالآن الآن اتخذ قرارك. الآن الآن. حلو ممتاز. توقعت أنهم بيفوزون. أنا كنت متحدي أن الشباب بيفوزون لسبب معين، وهو أن لها تنسيق الأرقام بطريقة مختلفة. طيب نأخذ فاصل ونعود إليكم من جديد، فكونوا معنا. مشاهدينا الكرام، طبعا شاهدنا قبل قليل ما يتعلق بهذا التمرين. أنا كنت أتحدى أن الشباب سيفوزون، وفعلا تحقق ما كنت أريد، لأن الأرقام هنا شبه مرتبة أكثر من ترتيب المجموعة الأخرى. والسبب في ذلك أن الإنسان، أنا أريد أن أصل رسالة أن الإنسان كلما كرر المحاولة سيتبرمج عليها ويعرف أسرار الفكرة وأسرار الطبخة التي نريد أن نطبخها. على طاري طبخة، ضيف فقرتنا لهذا الأسبوع تميز بشغفه في الطهو وعمله على مستوى رفيع من الطعام، ورغم اعترافه بأنه هاون وليس محترف، فإن من يتذوق ويشاهد طريقته وفي طريقة إعداده وتنسيقه للحلويات يكتشف أنه أمام موهبة إماراتية قادمة بقوة إلى عالم الطهو. فقد استطاع أن يبدع في إعداد الكثير من أصناف الطعام بطريقة تنم عن خبرة كبيرة من حيث الشكل وطريقة التزيين ودقة المقادير. في فقرة تجارب ملهمة لهذا الأسبوع نستضيف معنا الشيف
الأستاذ الإماراتي بدر نجيب، فأهلا وسهلا به، تفضل. أهلا وسهلا أستاذ، حياك الله، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، شرفنا بك حقيقة، ويعني فخورين أن نجد موهبة إماراتية أو خليجية ترفع رؤوسنا في هذا المجال الذي نجد قلة حقيقة من يطرق هذا المجال وهذا النوعية من الفن. حدثنا عن هذه المهارة التي كيف أتقنتها؟ طبعا عندي مهارة الطبخ أو هواية للطبخ. جميل. بديتها من زمان، تقريبا من 4 إلى 5 سنين، وبديت في البيت، حسيت أني أحب الطبخ، أو ما بديت كهواية. جميل. بدأت كشغب في البيت، فيما أشوف مثلا الوالدة كانت تطبخ أسير عندها أحاول أخيس المطبخ، لكن عقب حسيت أني حبيت الشيء وبدأت أطور من نفسي أكثر وأكثر. جميل جدا. طيب هل في أصناف معينة تحبها أو تروق لك في طبخها؟ أفضل الحلويات عن الأكل، وبديت أنا في الحلويات، لكن أحاول الحين أطور من نفسي أكثر في مجال الأكل أيضا. طيب هل هذه المهارة تحولت إلى مهنة ولا أو لا زالت هواية فقط؟ على حسب كيف قصدك كمهنة يعني. يعني تقصدها، يعني أقصد إنه يعني جعلتها مثلا جانب استثماري، استفدت منها ماديا، أم إنها فقط هواية؟ لا، استفدت منها، استفدت منها وأفدت الناس أيضا. قدمت برنامجين على التلفزيون في شهر رمضان المبارك، وغير شيء الحين حاليا أقدم برنامجي على اليوتيوب وأحاول أنا أعلم الناس أكثر. يعني لك قناة على اليوتيوب يعني تفسر أو تشرح بعض. نعم. الأسرار في الطبخ. نعم. شيء جميل جدا. طيب أنت طبعا لا شك أنك لم تصبح ماهرا من أول مهارة، وهذا ما يتعلق في يعني حلقتنا هذه الليلة، أن الإنسان ربما يكتسب المهارة مع الوقت. كيف كان إتقانك للمهارة من أول طبخة وآخر طبخة قدمتها؟ طبعا التكرار يأثر وايد، يعني خاصة إذا تشوف قناتي على اليوتيوب، أحب حتى أحاول أني أمسح أول فيديو، بس الناس يقولون لا تمسح، حسب تقارن كيف قبل كنت واليوم. يعني شو اللي تطورت له. كل ما تمارس الموضوع أكثر أكثر، كل ما تتقن فيه أكثر، وأيضا كل ما تحبه أكثر. فمثلا بديت أنا كطبخ فقط، فعقب بديت أصور أكلي، وبديت أصور وأمنتج الفيديوهات اللي أسويها. فيعني تشوف الفرق بين مثلا اول فيديو اللي بديته تقريبا من سنه او سنتين للفيديوهات اللي اصورها الحين، انها تطورت اكثر بوايد عشان التكرار. احنا طبعا من الاشياء اللي ذكرناها في اثناء ثنايا الحلقه، ان كل مهاره تمارسها تتحول الى عقلك الباطن، وهذا ما شرحناه للمشاهدين، انها تبدا تمارسها بشكل تلقائي. نعم. فهل انت الان تحتاج الى كتالوج مثلا او طريقه او اسلوب للطبخ، يعني مثلا اشياء مكتوبه تمشي عليها، ولا خلاص تخليت عن الأوراق في الطبخات التي تتقنها؟ طبعاً بعدني أستخدم الأوراق، لكن لأني أنا أحاول أني دائماً أغير في الأصناف وأجرب أشياء جديدة، فتقريباً كل وصفة أجربها مرة أو مرتين حق القنوات، لكن عندي مثلاً وصفات محددة أني دائماً أعيدها، فهذه اللي دائماً أطبخها تقريباً مرة على الأقل في الأسبوع، مقاديرها حتى بالجرام والمليليتر كل شيء حافظنها. يعني رسخت في عقلك الباطن، صرت تمارسها بشكل تلقائي. طيب كيف تلقيت الانتقادات؟ أكيد واجهتك انتقادات بالذات في مجتمعنا الآن الخليجي والعربي، في الغالب يعني ربما لا يحبذون مثل هذه المهن، كيف تلقيتها؟ طبعاً بدينا أول شيء يوم طبعاً طلعت بهالمجال، وايدين انتقدوا شيء. طبعاً قالوا منقود إن شاب إماراتي يدش المطبخ، وايدين قالوا لي رد البيت، خل أمك تطبخ مو بدي اللي تطبخ. لكن أول شيء حسيت إني أبغى أوقف، لأني استحيت من شيء، حسيت إنه فعلاً فشل لي وفشل للمجتمع أو للأهل. لكن وايدين من ربعي ومن اهلي شجعوني وقالوا لي ليش ما تكون انت اللي تفتح الابواب، تكسر الحاجز النفسي. نعم. امام الاخرين. لان صراحه مو بشيء عيب ولا مخالف للعادات والتقاليد ولا للدين، والمساله يريدها يعني الناس بس يمارسوها بشكل عفوي في البدايه، ثم خلاص يتعودون عليها. دائما. نعم. اول واحد يسير في الطريق يواجه هجمه وانتقاد ومقاومه، وبعد ذلك يسيرون وراه العشرات والآلاف. أكيد. لكن طبعاً ما أتجنب الانتقادات، يعني ما أطنش وخلاص هذا بنتقد ما بسمعه، بالعكس تحاول أنك تغير من آرائهم. مثلاً عندي وايدين أن وايد كانوا يكرهون اللي أسوي، لكن الحين هم الحمد لله ما شاء الله داشين المطبخ ويحاولون أنهم يطبخون. ما بقول لك أنها نسبة كبيرة، لكن حتى إذا غيرت مثلاً وجهة نظر شخص واحد
الحمد لله يعني أكون إني إنجاز. لا شك إنه إنجاز. طيب نختم ب يعني نصيحة سريعة لمن يفكر أن يكون مثلاً في يوم من الأيام شيف مثلاً أو طباخ. أولاً لا تخافون إنكم تدشون المطبخ، مو بلدرجة إنكم تحرقون المطبخ كامل، لكن حاولوا إنكم تدخلون مثلاً وصفات تراثية في الوصفات العالمية، حاولوا تطلعون مثلاً أفكار من عندكم، ودائماً تأكدوا إنكم مستانسين في الشيء اللي تسوونه، لأن إذا حبيت الشيء بتتقن فيه. الله يعطيك العافية، كان حضورك مميز وجميل وأضاف بصمة رائعة جدا على البرنامج. شكرا لك، الله يسعدك، ما قصرت. تفضل. شكرا لك. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نختم لدينا كتاب الحلقة، فقرة كتاب الحلقة مع الأخ راشد يتقدم ويتفضل مشكورا، يقدم لنا الكتاب الذي اختاره لهذه الحلقة. كتاب عليكم الإبداع، ما شاء الله. اسمه كتاب عليكم الإبداع، ما شاء الله. تأليف أحمد الضبع، ما شاء الله. هذا الكتاب له كثير من الوصفات لتنشيط الإبداعات والأفكار المبتكرة. جميل جدا، يعني الظاهر مكتوب 111 وصفة. له وصفات كثيرة لتنشيط الإبداع والأفكار المبتكرة. جميل جدا، حلو. تقدر على إبهار نفسك، وذلك عن طريق أن تكتسب مهارات تحفيزية من نوع خاص. رائع، حلو. وهذا طبعا ما تكلمنا عنه في بعض الحلقات في موضوع الإبداع واكتساب المهارة. وعليكم الإبداع ربما يعني كتاب متوسط الحجم أو يميل إلى كبر الحجم، لكن كيف وجدت يعني كيف وجدت قراءتك له؟ يعني هل هي سلسة ولا واجهت مثلا صعوبة ومعقد؟ سلسة. جميل جدا، بارك الله فيك، أشكر لك هذه المشاركة وما قصرت. وفي ها نحن أيها الإخوة والأخوات نصل إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، والتي تعلمنا من خلالها آلية اكتساب المهارة، وتطرقنا إلى كيفية عمل العقل الباطن، وكذلك خطوات تعلم المهارة وامتلاكها بشكل جيد. وكما أشرنا بأن التكرار للمهارة هو أكثر ما يرسخها ويثبتها في عقولنا، ومن ثم يجعلنا نبدع فيها بشكل أفضل وبشكل أجمل. وأذكركم بهاشتاغ البرنامج عبر تويتر النجاح رحلة، والذي من خلاله نتطلع إلى مقترحاتكم ومشاركاتكم التي ستثري البرنامج بإذن الله، وستحفزنا لمزيد من العطاء والتطوير. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ونأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتفل فكل إنجاز يحيل اليوم عيدا، وتعلم كل يوم واستفيد شيئا جديدا. لا تستمع للحاسدين أو تنخدع بالحاقدين، لا تستمع للحاسدين أو تنخدع بالحاقدين. ليس يوما في حياتك إن مضى لم تكتسبه، أو تحقق أمنياتك أو ثوابا تحتسبه. فالآن اتخذ قرارك، الآن اقتحم أسوارك. فالآن اتخذ قرارك، الآن اقتحم أسوارك. اصنع أثر، كن كالمطر.